ملعب المباراة يا جماعة، نتكلم عن الساعة واحدة، كل الملعب ممتلئ، وبرا إذا نقول 200,000 ممكن أكثر. هذا البلوك اللي هناك حق المنتخب العماني وجماهير العمانية، فالجماهير العمانية هني راح تكون موجودة ومفضين الجماعة عشان يكون الشغل جدا مرتب ومنظم. هذه المواقع المخصصة للجمهور العماني امتلأت. مقاعد عمان اللي قبل شوية كانت فاضية بالقلب، صارت بالقلب، صارت بالقلب. الله يحفظك. الحمد لله على السلامة. الحمد لله أبو علي. كيف جهاد؟ جهاد يا أبو علي، جهاد، شفت شعب يحب كرة القدم مثلهم؟ إلا في حسناتك يا طلاب. يا بعد قلبي، عشت الأجواء والله، ما عشت الله. عالمية. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.